والذي شافع لنا يوم الحشر والذي ساقي لنا الكوثر في يوم المحشر وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سبحان الله سبحان الله سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض ملكه وقدرته سبحان الذي في البر سبيله سبحان الذي في الهواء روحه سبحان الذي في النار سلطانه سبحان الذي في الأرحام علمه سبحان الذي في القبور قضاؤه سبحان الذي رفع السماء سبحان الذي وضع الأرض سبحان الذي لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه أيها الحاضرون أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحثكم على طاعة الله واستفتي بالذي هو خير أيها الخلان هذه الشهر شهر مبارك شهر كريم وشهر فضيلة وشهر النعمة وشهر جليلة وشهر المغفرة من الله سبحانه وتعالى أيها الخلان كنا صائما كنا صائما في شهر رمضان وفي رمضان أولها رحمة أو أوسطها مغفرة وآخرها إتقم من النار أيها الخلان وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل فإن امرأ قاتله أو شاتمه فليقل إني امرأ صائم مرتين لخلوق فام الصائم أطياب عند الله من ريح المسقي الصيام لي وانا اجزي به الصيام لي وانا اجزي به الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها الخلان وفي رمضان موجود فيه ليلة القدر أيها الخلان وفيه فوائد كثيرة وفيه فوائد جليلة وفيه فضيلة كثيرة من الله سبحانه وتعالى أيها الخلان وإن الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر أيها الخلان وإخواننا الكرام وفي ليلة القدر أنزل الله القرآن الكريم وقد جاء في كلامه المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أيها الخلان اليوم عيد الفطر أيام الجائزة أيام الجائزة في رمضان أيها الخلان اليوم يوم الجائزة يوم الجزاء من الله سبحانه وتعالى اليوم يوم المغفرة ويوم الرحمة ويوم النعمة ويوم اللقاء ربه الله سبحانه وتعالى اليوم لقاء ربي الله سبحانه وتعالى يوم الجزاء يوم الجزاء نحن راءنا الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة وفي يوم الآخرة أيها الخلان تدعو إلى الله والتكبير لله سبحانه وتعالى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وإن الله تبارك وتعالى قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيها الخلان إخواننا الكرام وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إذا كان ليلة القدر ينزل جبرائيل في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم أو قائد يذكر الله فإذا كان عيدهم بهي بهم ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجر يوم وفى عمله قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره جزاؤه أن يوفى أجره وقال الله سبحانه وتعالى عبدي وإمائي قد فريدت عليهم وخرجوا يعجون إلي بالدعاء بعزتي وجلالي وارتفع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا فقد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم الحسنة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا وسبحوه بكرة واصيلا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا حمنا صلنا عليك القرآن تنزيلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد خصوصا منهم على سهل الصالح بالنبوة سيدنا أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة وعلى الفارق بين الحق والباطل سيدنا عمر بن الخطاب وعلى خاتم المصطفى صاحب الإيقان أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان وعلى عالم المسلمين صد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعلى الأزواج المطهرة لذي النبوة وعلى بدعات الرسول سيدة النساء أهل الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنهن وعلى والديها الشهيدين سيد شباب الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى عباس ابن عباس وأصحاب الرسول كلهم وعلى تمام العشرة المبشرة والتابعين ومن تبعهم أجمعين وعلى المشرفين بالإسلام إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اهد أئمة المسلمين إلى سنة الرسول والخلفاء الراشدين إلى سنة الرسول والخلفاء الراشدين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم اللهم مزق جمال أعدائي وزلزل أقدامهم اللهم دمر ديارهم شتت شملهم مزق جماهم خرب بلادهم اللهم اهلك الكفرة والمبتدية والملاحدة واليهود والهنود والنصارى والمشركين أجمعين خاصة بلاد الكفار دولة الأمريكية وبلاد الكفار الإسرائيلية وبلاد الكفار الهندية وبلاد سائر الكفار يا الله اللهم اللهم خلد ملكنا وما مالك الإسلام اللهم انصر ملكنا خاصة بلادنا دولتنا البنغلاديش بلادنا دولتنا البنغلاديش وبلاد سائر المسلمين يا الله اللهم انصر المسلمين الهندية اللهم انصر المسلمين الأفغان اللهم انصر المسلمين الميانمار اللهم ارحم المسلمين العراق والشيريا والشيشان اللهم انصر وارحم المسلمين الفلسطين يا الله اللهم
اغفر للمسلمين الفلسطين اللهم افتح للمسلمين الفلسطين اللهم ارحم المسلمين الفلسطين اللهم اللهم خلد مسلمين الفلسطين يا الله بوسيلة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم اللهم اجعل نعمتنا دائما دولتنا قائما أولادنا عالما وعارفا والصالحا ولا تسلط علينا من شرب الكوثر وجوزنا بحور العين وأكرمنا برؤيات جمالك وأكرمنا برؤيات جمال رسولك يا الله أكرمنا برؤيات جمالك وجلالك واجعلني من المخلصين اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونور قلوبنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا الله واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعظم وأكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد